Assalamualaikum, bienvenue dans ma chaîne. Inch'Allah, ya Rabbi, tkounou bkhir. Marhaba bikoum fi qanati. Aliyoum jit, habit ndelkom, on va faire des salés très faciles avec une pâte feuilletée très très facile. Habit nourikoum rapidement, donc, charba, hana, fesh fi dzaïr, ya aïdoula, charba mkatfa, vi dirouha les légumes. Hnaya, nas le charq, na aïdoula, jiri ta dwaïda. Parce que le vermicelle, ahna nsemmiouha dwaïda. في الشرق هنا في الجي وكلش يديروا لي ليغوم يديروا جبانه يديروا قرنون احنا اون جينيرال ما نديروش فيها يا ربي نديروا لها الحمص صح انا حنديرها كيما تاعنا على الطريقه تاع الشرق بس حزدت لها لي ليغوم باسكو جيم بيان لي ليغوم دوكا نوليو بون عندنا بصله عندي هنا دبشه ولا قزبر عندي كرافس وعندينا شوية جبانة وشوية فول يابس وشوية وحميصة وعندي معهم قرنون وعندي بون نص حبة يعني دوك نقصها بيان سور ملح وفلفل كحل بلا طوماط كونسونطري ونرمي لها حبة طماطم برك حبيت نوريكم بعد أسكيوس في الفداوش ولا في الدويدة كيفاش يديروها باش كي نرميوها ما تعجنناش بون هنا نروحو حنطيبها في البرمة يعني درت الزيت ودرت طرف تاع اللحم دوك نبداو نقليو هما الاولين مع بعضهم بون عندكم برك تقليو جامي ديروا في البصل واللحم والملح بس كي ديروا يطلق كاع الماء يجيكم ناشف اللحم خليوهم بعد تزيدوا له هاو نبداو ونجيو نديروا البصله تاعنا بسم الله خليكم تقليه انا نخلي كل حاجه وحدها بالحاجة انا قالوا لي نجي ندير لها باش شويه خطو يا كابيتال استنى خطا يا ما خدتش غادي نخدم باش من بعد دير لي دوما ما قصيتش لا نقطع قرنون دوك انا نحط قطع قرنون ونمشي ندير الملح خلاص ما نخافش على الماء نخلي مليحه باش تطلع بعضها حطي فوق ديالو راح ندير فلفل كحل دوكا شوية نشوف الخضرة تاعنا راهي فين غادا تبدا تقلى أنا نحب غير نرمي معاها نشوف شوية وقت معناها وهنا سيدي بواك واحد يدير شي حاجة أنا نرمي لكم الكونسونتي نخليها في معاها خليت مليح نجيو نمرقو دايما نشوفو هادو ما طاطين ولا بالما سخون ودايما ما تمرق بالما سخون باسكو لو رميتو الما بارد يقرسل لكم اللحم سوا عندكم بويوة سوا ديرو كاسرول كاسرونة شوفو غلات برمتنا هنجيب حبة طماطم ناحيتها الوسطاني نرمي على الداخل نحب النت هذا تاع القروصة هذه تبقى لنا بنينة نزيد لها شوية قزبر ونخليها طيب في غرضها أنا مازال حار راه زوج ونص نديرها ابتي فون نخليها طيب كما يقولوا على ثانية أنا نلقاكي كي طيب الطبق نو بعد الطبق لاسكيس اللي قلت لكم على الفداوش عطيت عليها باه وليت لكم هنا والشربة هاي طابت طاب الحل هو سي ليسونسي طاب اللحم طاب لي ليغوم هاهم شوفو كي جو بيك لو تخون طاب اللحم تاعنا تاني طاب هاهو خلاص دوكا نجي نرميولها الفداوش هو فداوش شكولتلكم باش ما يلكطش هاهي انا حمصتها ني زيت ني والو غير في المقلة شوية دوك نرميها ونخليوها طيب هادي ميم كي تبات غدو متلكطش متوليكمش عجينة وهذه لا كونتيتي سا سوفي لارجمون راني ندير بيدي بسم الله ندير درها هكذا نرميهاش اون بلوك ونخليها بسم الله جو ميلونج ونخليها طيب من بعد 10 مينوت بسم الله حتى بون نجيتكم كيما قلت لكم حنديروا دي سالي ب اون نوفيل بات فايتي بون ا بو بري اون نوفيل بون هادي تاعهم مخترعنهاش حنا ماني اختصاص نخترعوها هيا وصلي على محمد وآل محمد افضل الرجال بسم الله الوغ عندنا 500 غرام فارين عندي 250 او دو بريفيرونس فرواد باردة 250 مليليتر عندي اون كويرا سوب تاع سكر اون سكر
اون كويارة كافي تاع السال، وعندي شويه زعتر البري. Alors, on dit 500 g farine, 250 ml d'eau, une cuillère à soupe sucre, une cuillère à café sel et de l'origan. On dit on sabou, le melh تاعنا le sucre هنا. On dit le zaatar. On حط فوق الكابينيديه. تعطيكم واحد البنه جو فو دي با. وهذه ما نطيبو بس ما حد شيء حنديرهم بحويش كاينين صديقه انا با بيزوان دو فير اون فارس ولا دونك نبدا نبل عجينتنا بشويه يا ربي بون سباغادرا تاعي الي ايتونش سبيسيال بات باسكو نعرف هادوك لي يقولك تخمي بسباغادرا هي مديوله لهذا الشيء ونبدا نلمو العجينه ما تجيش جاريه بصح دي فوا لي يحبوش الميزان لازم الميزان ندخلو دي فوا تخرجو تشريو نيمبورط كوا في البلاد نيمبورط كوا تديها للدار عجبتك في الزنقه باك تيتيليزيها اون فوا ومن بعد خلاص ما تجيش تيتيليزيها سوا فيها خدمه سوا ما تخدمش مليح وتقعد مرميه ولي بالونس كاينين تو لي بري فوزات با اوبليجي تشري وحده غاليه كاينين تاع 150 كاين يا سيدي ديرو قاعدة تاع 10% كي تعودو خارجين تقضيو ديت 300 ألف ناحية 10% منها 30 ألف يا سيدي ما ديروش 10% ديرو 5 ناحية 15 10 ألاف بالدراهم ديالك وحتديهم تخدمو بيهم وانتوما خبيتوهم عشاك فو تخرجو مكنتش تخرجو مرة في الشهر راكو تخرجو كل يوم لا بالونس عندها هاد لامبورطونس في سورتو في لاباتيسري في هادو الحوايج ما كاش وعينك ميزانك لي والف يخدم الحاجه ميم بالميزان يقعد يعرف لها حنا دي فوا لا فارين ماشي كيف كيف الكاس ماشي كيف كيف المغرف ماشي كيف كيف باغ نكملو نلمو عجينتنا شوفو نلمو العجينة او يدخلو فيها 250 ما تزيدولهاش ميم تقولو ما تلمش هي تلمو هادو بصح لا كونديسيون لي موها بالتقطاع غاطو غاطو هاو لي مو تاع جنوش غاطو شوفوني نشوف على الناس لي يديروا لي غوسيت بصح جامي يعطيوكم لاستوس تاع علاش نغاطو باسكو جافي ربي هما تاني ما يعرفوش بوركوا انا قريتها الوغ جو سي ستادير هادو مانيش نعطيكم العجين من راسي نعطيك العجين باسكو جو سوي ديبلومي في نغاطو باش ما نديروش العلك باش ما تجيناش الاستيك تقعدو حاصلين الوغ نقطعو ونلمو نقطع عجينتي هكدا ونلم نقطع وحتى تشوفو بلي تلمت وتولينا اون بات هاني لميتها شوفو كيفاش مشققة معليش هذه هي الصح لي يقولكم اعجنوها راهو غالط توليكم إلاستيك عقد ما تحلوها توليلكم هذا سا سي لو فغي خدوها من عندي وكي تجربو تعرفو خليوها تريح غير شويه ما بيد ما نوجد الزبده تاعنا تاع الفيتار دونك شوفوني وليت لكم كي خليتها تحت شويه ها نقولوا لا عجنتها لا ما عجنتهاش لا ما هي كيما خليتها لكم كمشه كيما راهي مشق دونك هنا نبداو نحلوها شوفوا مشيت حليت العجينه هنا درت الزبده هنا قلنا في العجينه تاعنا 500 غرام دو فارين 250 ما نسحقوا لها 400 غرام زبده تاع الفيتاج انا اللي حبيتها في ساشي ونقطعوا نقطع ساشي باش يجيكم كي فاسيل تحطوا هكا نحيوا بعد اون بطيي لا بات هنا نجي نحط نجيب هذه بصح قبل لازم نجبد مليح عجينتي هنا باش نغطي كاع لاباط فيتيل تاعي شوفو هنا جي بيان سودي هي نورمالمون نديرو 6 تور انا حنديرو 3 تور دوبل دوك نوريلكم ان تور والاخرين نديرهم كيف كيف نحلو دوك ساعة العجينة هذا ما نحسبوهش يجيتكم بون درت لاباط فايتي تاعنا شوفو الفايتاج هادي ما تجيش كيما الاخر باسكو فيها اون كونتيتي كبيرة تاع الزبدة دوك نحلو نديرو معاكم لي موديل بون شوفو واش عندي
محبوب الجماهير كاع الغاش يحبوا الكاشير والباتي سي دو باتي انا ما نحبش مي بون عندنا طون دوك تشوفوا واش غندير لكم عندي دو فرماج فوندو ديروا واش حبيتوا نتوما عندي فرماج غابي بون جي نحل عجينه هنا نديروا لها شويه فرينه ونولي لكم شوفوا هاني وليت بعد ما حليتها شوفوا حنقول لكم حاجه هذه فيها الزبده بزاف صافي تخ ان بو ديفيسيل عليكم باش تحلوا حصلتوا باش ما تكثروش الفرينه تقدروا تحلوا انتخ دو ساك هكا كونجيلاتور ولا بور فاسيليتي لاطاش نجي نقص ديرون انا حندير لي شوسون هاد الدوندين هكا راه جاي ندير لكم واحد الحاجه بلا بات فيتي دوك على كفاني الوقت باش نديرها نقول لكم شاني حتى تشوفوها نقص ليغون ونولي لكم نجي هنا شوفوا ندير شويه علامات دومي سيرك باش كي نقفل تتشد نجيبو الباتي تاعنا نديرو شويه في الوسط هكدا هكدا بيان سور لي يحبوها وين نعاود نرجع عز على لاباط باش مباش يجربها بلي يقولي لصقات و أي تجي تلصق باسكو بزاف الزبده ألوغ لازم تتسايس نديرو ان بو دو فرماج فوندو فيهم غير شويه بس حبات صغار هادوما بعد ترتقولنا هكدا نزيد ان بو دو فرماج غابي تسمى هادو بدون تحضير مسبق هادو لي دو تسمى مكنش حطيبو اون فاخص منها فيها واجده كيف كيف هكدا صحيتي هاني وليت نجي هنا نرفد الحبة تاعي نرفدها كاريمون ونغلق باش نقدر نغلقها سي بلو فاسيل سورتو كي درت هادي جينا يحكم روح هاكا بين سودي نغلقوهم مليح مع العلمات لي درناهم دوك يشدو نكملهم ونولي لكم شوف جبت لكم بانكاري تحبوه كبير تحبوه صغير حنديرو دي كيما عيطولهم بيتزا كوفيرت ميني الوغ نجيبو طون نجيب شويه هادي كيما دايما العظمات نديرو شويه طون على طوماط ديجا واجد ما نطيبوش خي قلنا اليوم نخدمو بكلش الواجد كاش حاجه حنا طيبناها ديرنا شوية فخوماج هكدا متكتروش بس كيسون بوتيت نجيب وحدا هادا فوقا بيان سودي كي تبداو تسوديو دايما تسوديو وخليو لو فيد حتى يبدا يخرج الهواء باش نقفلو ماشي تسوديو على ضربو ومن بعد نبرلكم الداخل هكدا بيان سودي كيما كتشوفوا ومن بعد ندهنها ونوريكم باه شوفوا دهنتهم دوك نديرو لهم كاع البافول هادو وهادو لي ميني بيتزا ولا بيتزا كوفيرت نديرو لهم طرف تاع زيتون نحطوهم يطيبو ونرجع لكم شوفوا جيت ندير معاكم اون سالاد تخي سامبل دوك كي تشوفو تقولو الناس كاع تعرفها بصح ولينا ننساوها ودي فوا فريمون ننساو الوغ عندي بطاطا مغلية درت لها فينيغريت ملح فلفل كحل وخل وزيت زيتونه هنا عندي لا بيتراف كيف كيف غليتها ندير لها بتيت فينيغريت حتى هي باش تجي بنينه كوعلى بالكم بلا فينيغريت ما تجيش بنينه نخلطوها مليح انا البطاطا فورتها سورتو كي يوجد الناس باسكو حنا لا توندونس ولينا نديرو غير لي السلاده بلا بالطون هادي بلاش نجي هنا البطاطا ندير لها حبه عظمه مغليه جلي غافي ندير لها شويه معدنوس وشويه بصل اخضر كيف كيف هذه معدنوس وبصل اخضر نقص شويه اون ميلونج اون بادريسي سي لا بلو فاسيل ما كنتش حنحطها لكم بعد قلت نحطوها نجيب اون اسيت اي جو لا دريسي دوك تشوفوا راكم تشوفوا فرشت
صاير داير على سيت، ونجي نحط البطاطا هنا في الوسط لو بلوس ساب بوسيبل. لا نغنجقو مايس، لا نديرو حتى حاجه واحده اخرى، غير هكذا. نشوف قطعت عظمات، يا با بلوس ساب كو سا. دوكا نزيد ندير لها اون توش دو نواغ تاع الزيتون باغ بوغ دوني اون كولور. شلاضتنا من بعد تشوفوها، هاكو تشوفو شلاضتنا. بون محبيتش نكتر عليها، نحط لها حبة زيتون في الوسط بوغ افوار اون بال كولور. وهذا مكان ونحطو نغطوها بابي فيل، نحطوها فريجيدار كي تجي وقت ناكلوها. صح، هاتو تالوغ. بون راني جيتكم بعد ما تعبت شوربة مقطفة ولا جري تاع دويدة ولا سلطة تاعنا سابل، وهادوك لي مونشون ولا لي شوسون لي درناهم كيما راكو تشوفو بلا نوفيل بات بات فويتي هاهم. ان شاء الله يعجبوكم. دوك نوريلكم، نقسم لكم حبة، نسمعو تقرميش وشوفو لو فويتاج كيفاش راهو. جيسبيغ باين لكم. وهادو لي قلنا لي ميني سواديزون بيتزا كوفيرت، كيف كيف ان شاء الله تسيوهم وديروهم بالصحة. ولهنا يا تخي بيانتو مع وصفات اخرى.